السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة دوني بلوك، سعيدة بلقياكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بانكيك، بانكيك سريع. ودابا بقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد البانكيك هنحتاجو بيضة واحدة بحرارة المطبخ، نوضعوها في الخلاط الكهربائي. هنحتاجو 3 ملاعق سكر خشن، هنحتاجو خنيشة ديال لافاني ما يعادل 8 غرام، قرصة ملح. دائما باش نهرسوا الحلاوة، وغنحتاجو 1/4 كاس ديال الزيت. غنخلطوا الكل في الخلاط الكهربائي، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنحضروا هاد البانكيك. دابا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا، البيض مع الزيت مع السكر ولافاني وقرصة الملح، غنصبوا الخليط ديالنا في اناء، وغنزيدو عليه كاس ديال الحليب ديال العنبة دافئ، وغنزيدو عليه الدقيق على حسب نوعية الدقيق. هنا ضفنا الكاس الأول مقياس العنبة ما يعادل 100 غرام، وغنزيدو خميرة الحلويات ما يعادل 15 غرام، ودابا غنزيدو النصف الاخر ديال الدقيق. وهاد البانكيك ما يمكنلكش تاخدي العبار ديالو على حساب المقياس ديال البيض ونوعية الدقيق، لهذا من بعد ما نخلطوه غنعرفوا القوام ديال الخليط ديالنا. وباش تعرفي الخليط ديالك واش جاهز باش تخبزيه، كاينه واحد الطريقه، الطريقه بحال كتديري بحال هكا بحال الدويورات، و الا هبطت لك العجينه ما بقاتش لا طراس، يعني مازال تزيدي شويه ديال الدقيق. هنا مازال نزيدو شويه ديال الدقيق،
يعني مازال خفيفة. غنزيدها واحد ملعقة كبيرة. هاد البانكيك ديالنا المجموع ديال الدقيق هز لينا جوج كيسان الا ربع. ودابا البنات غندوزو باش ندوزو لمرحله الطهي باش يجينا البانكيك ديالنا زوين ويجي طايب من الداخل وما يجيش محروق. ندهنو شويه ديال الزيت، ناخذو مقله اللي تتكون ما تتلصقش، وباش نساعدو راسنا ويجينا الشكل بحال بحال سهلوا علينا الامر وناخذو الجيب الحلواني، واللي ما عندوش يدير اون بلاستيك سي با غاف. ويكون وتكون العافية مهيلة. ضروري البنات ما تنتبهوا في هذه المرحلة ديال الطهي، ضروري ما تكون النار مهيلة باش لو بانكيك ما يجيش فوق. انتم البنات تيجي طايب من الداخل وتيجي محمر وزوين وخفيف في نفس الوقت. Thank you.
ويلا عندكم البنات بحال هاد المقله حتى هي تيجي بيها لو بانكيك رائع، وتيجي الشكل ديالو مقاد، تيجي شكل واحد. وهذه هي الطريقه باش تخبزي بحال هاد المقله. غديري بحال هاد الطريقه، انا خديت غير جوج باش نوريك غير الطريقه ديال طهي ديال لو بانكيك. طريقه سهله. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال البانكيك ديالنا البنات، تتجي على هذه الطريقه. وصدقوني تيجي واحد البانكيك بحالو بحال اللي كيكون في المقاهي، تيجي خفيف طيب مزيان، تيجي محمر. وتنتمنى البنات تعجبكم هذه الوصفه، واللي عجبته الوصفه ديال اليوم بارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، ويشترك معنا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، ويخلي لنا تعليق. للتزيين انا اختاريت الشوكولاط والكاوكاو مهرس، ولا عندك العسل حتى هو ديريه باش ما بغيتي تزينيهم زينيهم. الى هنا اضرب لكم موعد في وصفه جديده قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.